السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد حضراتكم. ده فكرة انك انت اللي عايز تركب دش، عملت لك ريسيفر تقدر تشغله وتركب بيه طبق، تقدر تستخدمه راديو في البيت، هيبقى واضح وجميل جدا جدا جدا. الفكرة ازاي بقى؟ ان شاء الله دي دايرة صوت بسماعة بتاعت كمبيوتر قديمة، يعني لو مرمية او هتشتريها من اي سوق كانتو هتلاقيها ان شاء الله وتجيبها وتركبها. فيها السماعة، هي متوصلة جاهزة، السماعة اهي متوصلين فيها، يعني انا ما عملتش حاجة في الحاجات دي كلها، كل اللي انا عملته والترانس متوصل كمان وكل حاجة. كل اللي انا عملته جبت طرفين الكهرباء بتوع السماعة اللي كانت شغالة على الكيس، خلعتهم ودخلتهم على كابل الريسيفر، واحد هنا وواحد هنا، وحطيت عليهم بلحام الشمع. تمام، واضحه كده اهو، يعني كل واحد فيه عشان الاثنين لما يقوموا يقوموا بكابل واحد. تمام، اخدت الصوت اللي كان من الكابل اللي كان بيخش على الكيس، قطعته وجبت كابل اوديو وفيديو وخرمت من هنا، عديته وركبته هنا اهو مكان الكابل القديم اللي هو بتاع الكيس، من كابل اوديو وفيديو اللي هو كابل 3 في 1 كده اهو، او كابل 3 في 3 هتاخد منه الطرف اللي زي ده السليم وتقطعه وتدخله من هنا اهو وتشغله عليه. تمام، تلحم طرف هنا وطرف هنا في الكابل اللي داخل كان على الكيس اللي بيديك صوت عامل الكمبيوتر. تمام، هتدخله هنا اهو الكابل الاوديو. انا عامله حر ليه؟ انا ممكن كنت لحمته من جوه عشان لو عايز تشغل الريسيفر تشتغل تاني بيه على الشاشه او التلفزيون يشتغل معاك عادي. عايز تشغل كده بصوت ومحتاج صوت عالي هتشغله كده. دلوقتي هجربه قدام حضراتكم، الفكره بسيطه جدا جدا. بسم الله، الريسيفر اشتغل معانا اهو. لا مجال للحديث على الجانب الريسيفر اشتغل اهو. الجانب الاسرائيلي يحاول انا عايز اشتغل فيه في الدش، هجيب الانفو هيديني الرقم العداد وهيظبط عليه الطبق وتمام التمام. كل اللي محتاجه ممكن 20 متر سلك كهرباء من اي حد تحت اقرب شقه ليك هتشتغل بيه. انا هوطي الصوت شويه عشان تسمعني. انا سير اذا تم التقدم في هذا الملف توطي وتعالي وتغير زي ما انت عايز. في بلدنا كل حاجة شغالة مية مية، وفي الآخر حضرتك يتم توقيع القانون. تقدر تحط ال، أنا حطيت ال، أنا هشيل الزراير خلاص من هنا اللي ملهاش لازمة، بس أنا عشان كنت أوضح الفكرة أهي. تجيب الصوت على الآخر وتعمله هنا أهو وتثبته بأي حاجة هنا أهو، حتى وليكن بكيس حتة شمع، وتقفل ريسيفر وجميل أوي أوي أوي. وإلى اللقاء في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد. نرجو الاشتراك على قناتي يوتيوب صبري ميكس وعلى كواي صبري ميكس. وإلى اللقاء في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.